ننتقل إلى فرنسا، الدكتورة جيهان جادو منسق حملة مواطن في فرنسا. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا، صباح الفل على حياتك وعلى السادة المشاهدين. اهلا استاذة داليا. صباح الخير. طبعا فرنسا من اهم الجاليات يعني المصرية بتعيش في فرنسا في اوروبا، فعايزين نتحدث بقى. وشفنا الحقيقة امبارح صور رائعة جدا تحديدا للجالية المصرية في فرنسا ومشاركتها، وحجم الاقبال كان كبير جدا جدا. النهاردة بقى عايزة يعني اتحدث عن استعداداتكم، وبرضو اشوف المشهد امبارح من وجهة نظر حضرتك كان عامل ازاي. هو الحقيقة امبارح فعلا السفارة المصرية بفرنسا هنا فتحت أبوابها من الساعة 9 يعني صباحا. الحقيقة التواجد احنا غير على غير المتوقع. الحقيقة احنا عندنا موجة برد قارصة جدا جدا هنا في فرنسا، وامبارح أيضا كان ده يوم عمل، لكن بصراحة احنا كنا متوقعين الأعداد ممكن تكون أقل من كده بكتير، إلا إن احنا فعلا اتفاجئنا إن في ناس بتروح الانتخابات إلى يمكن عايز أقول لحضرتك ما بعد غلق الصناديق يعني كمان. فطبعا احنا اضطرينا إن احنا نغلق الصناديق أمس الساعة 9 طبعا، لكن في ناس كانت متواجدة وفي ناس كانت حريصة جدا إنها تشارك، وفي ناس كتير جدا إنها يعني حاسة إن هي ده واجب وطني عليها لازم تروح. الفئات العمرية كانت مختلفة جدا، سواء من الشباب سواء من المرأة سواء من الرجال، ويمكن كمان اللي يعني خلانا نفتخر جدا الطلبة الوافدين اللي هم جايين بيدرسوا هنا. الحقيقة كانوا يعني امبارح مشاركين بقوة، فحاسة ان امبارح الحقيقة الناس كلها كان عندها وعي، كان عندها حس وطني شديد جدا، حاسة بالمسؤولية اكتر واكتر المرة دي. فحاسة ان هم الحقيقة كانوا جايين امبارح بقوة عشان خاطر يثبتوا للعالم كله ان الابناء المصريين في الخارج ويمكن الجاليه المصريه كمان في فرنسا عندها حراك وطني وعندها حس وطني كبير جدا جدا. فكانت مشاركتهم الحقيقه بصراحه بهرتنا كلنا امبارح. دكتور جيهان، عايزه اتكلم بقى عن استعدادات السفاره الفرنسيه تحديدا لاصحاب الهمم، يعني تسهيلات والاجراءات اللي تمت علشان يشاركوا بشكل يعني مش مرهق ليهم. امبارح الحقيقه كمان نسيت اقول لحضرتك ان فعلا من الفئات اللي كانت متواجده بقوه ايضا الحقيقه ذو الهمم. فطبعا امبارح الحمد لله السفاره والقنصليه المصريه كمان قاموا يعني بدور كبير جدا جدا في تنظيم العمليه الانتخابيه وتوفير الوقت وتوفير الجهد على الناخبين. يمكن كمان طبعا ذوي اصحاب الهمم طبعا كانوا متواجدين امبارح، فما كانش في اي عوائق تعوقهم، بالعكس ده كان يعني التعامل بيتم معاهم بمنتهى الاحترام وتقدير طبعا ليهم، لان الحقيقه هم بيبذلوا مجهود كبير جدا. احنا كمان كابناء جاليه كان علينا عبء كبير جدا ان احنا يعني احنا شغالين على الارض لان اكثر من 3 شهور يعني قبل الانتخابات ب3 شهور عندنا طبعا الحمد لله غرفه عمليات وعمليه تنسيق كبير جدا مع ليس فقط مع ابناء الجاليه المصريه هنا بفرنسا، لكن مع الجاليات الاخرى في خط مباشر ما بيننا لتذليل اي صعوبات او اي عواقب ممكن تعوق اي ناخب. فطبعا برضو الموضوع ده ما كانش بعيد عن اذهاننا، كان في وسائل تنقل الناخبين اللي هم عندهم فعلا صعوبه في التنقل. فالحمد لله امبارح ما كانش في اي عوائق يعني تعوق اي ناخب الحمد لله. دكتور جيهان، بما ان حضرتك في يعني ليكوا انشطه واسهامات مع ابناء الجاليه هناك، عايزه اتحدث عن فكره انه ايه اسباب مشاركتهم. يعني دايما كده بنشوف انه ابناء المصريين في الخارج بيفاجئونا بان هم عندهم دايما احساس بالحنين للوطن واهميه صوتهم والمشاركه، وانه مش عشان انا مسافر لظروف عمل او ظروف دراسه ان انا بعيد عن بلدي، بل بالعكس، فما بيصدق انه يلاقي اي فرصه انه يشارك بشكل ايجابي. فالاسباب المره دي يعني عايزين نعرف ايه اسبابهم المره دي لهذه المشاركه. هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان فعلا هم احنا لما بيبقى في اي استحقاق دستوري او اي عرس انتخابي بنروح كلنا بنحس ان احنا كلنا لازم بنحس ان احنا نزلنا مصر. الحقيقه لما بنروح مقر السفاره بنحس ان احنا كلنا رحنا مصر. الناس اللي هي بعيده واللي هي ما هيش قادره واللي تروح وتزور مصر مثلا واللي بتدرس هنا واللي عندها شغل هنا عمرهم ابدا ما نسوا مصر، ما يسموش ابدا
لان هم عندهم ايمان بمن لهم من ليس له جذور فليس لهم اي مستقبل. فطبعا فهي الفكره والحس الوطني عندهم المره دي يمكن الازمه اللي يعني او المخاطر التي تحاك بمنطقه المنطقه العربيه حاليا، واحنا كلنا شفنا ما يحدث لفلسطين الحبيبه. فطبعا ده جعلهم يعني اشد حرصا على البلد، اشد حرصا على وطنهم، خافوا يعني عندهم ايمان ان مقدرات الوطن مهم جدا جدا والحفاظ عليه مهم جدا. العمليه السياسيه او استقرار السياسي جزء هام جدا من الاستقرار الامني، لان قوه كل دوله بتترتب على قوه يعني حكومتها وتنسيقها ورئيسها، ويعني شكل الدوله المصريه مهم جدا جدا لاثبات قوتها امام العالم. فطبعا هو ده الوعي اللي احنا كنا دايما شغالين عليه بقى الفترات الماضيه، والحمد لله رب العالمين امبارح بدانا نجني ثماره، والنهارده ان شاء الله نتوقع هيكون اعداد كبيره، لان النهارده وبكره عطله رسميه هنا بفرنسا. انا طبعا بشكر حضرتك الدكتوره جيهان جادو، منسق حمله مواطن في فرنسا، والحقيقه دايما ابناء المصريين في الخارج بنشوف ردود افعالهم بشكل قوي جدا وايجابي قصاد اي خطر هم بيحسوا ان هو ممكن يلمس او ان هو ممكن يعني يتجاوز في حق بلدهم، فبينزلوا على طول، بنشوفهم في طوابير الحقيقه واصطفافهم في اللجان المختلفه علشان يدلي بصوتهم علشان يدعموا الاستقرار والنماء.